اهلا وسهلا حبايبي، بدي اراجع لكم شوي من رقم 13 وعشان نشوف درس رقم 14. رقم 13 وصلت المصمود الصغير. متذكرين ايقاع اسمه ملفوف تعلمناه؟ لو ثلاث دمات. اسا ارجعكم شوي لورا، انا بقول كلمة ايوه بتترجموا لي اياها. حاضرين؟ ايوه 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 ايوه. فحسب سرعة الايوه تاعتي بدها يكون سرعة التكين تاعونكو. فهي التكين لوين بودونا؟ دفشة على ايقاع اللف. يعني اذا بقول ايوه، حاضرين؟ ايوه أيوة، أسرع شوي. أيوة أيوة. طيب سنعملها لحتى دمدمتك. حاضرين؟ يعني بقول أيوة، بنعمل ملفوف للدمدمتك. أيوة عال، ممتاز ممتاز. إسا نعملها أيوة مع دمدمتك وثلاث زكفات وثلاث دمات، مرة مرة من كل نوع. أيوة عال، معناته صار عندنا إحنا الأيوة التكين مع هدول مع الملفوفات. فإسا بدنا نوصلهن مع المصمود الصغير رقم 3 اللي هو أيوة حاضرين. نعمل مصمود صغير مرة واحدة، دوم دوم تك تك، دوم تك 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 دوم، بقولكو أيوة تك تك، ونقلب على الملفوف مع بعض. دوم دوم تك تك مرة واحدة. أيوة ممتاز، كمان مرة دوم دوم تك تك مرة واحدة. أيوة ممتاز. إسا بدنا نعمل كل الخبصة هاي. مصمود صغير عادي قصيري، مصمود صغير مع تكة طويلة، مصمود صغير نمرة 3 اللي هي تك تك، بعدين أيوة ونقلب ملفوف. وإذا زبطنا الملفوف نعمل مرة دوم دوم تك، مرة ثلاث زكفات، ومرة ثلاث دمات. حاضرين؟ ملفوف إيه مصمود صغير نبلش، دوم دوم أستك مرتين. قصير إيه؟ درس حلو جدا. مصمود صغير واحد، مصمود صغير اثنين، مصمود صغير ثلاثة، وصلناهن مع بعض. وبعد هاي عملنا الأيوة ونقلنا
على الملفوف. ولكن إذا متذكرين حكينا إنه ما نغلطش بين المصمود الصغير الواحد واثنين وثلاثة، هذا أهم إشي. ونمرة ثلاثة المهمة إنه أو نمرة اثنين، تعال نبلش بنمرة اثنين. لما بقول دوم دوم أستك دوم مستك تكا دوم دوم، اللي ما بعرف التكا يضل على نمرة واحد، دوم دوم أستك دوم مستك دوم دوم مستك دوم مستك. نفس الشيء رقم ثلاثة، دوم دوم تكا تك دوم تكا تك تكا دوم دوم تكا تك دوم تكا تك تكا. اللي ما بعرف يعمل الأزواج، دوم دوم تكا تك دوم تكا تك تكا دوم دوم تكا تك دوم تكا تك دوم دوم تكا تك دوم تكا تك تكا دوم دوم تكا تك دوم تكا تك. واللي ما بعرف مع تكا يعمل مفرد، دوم دوم تكا تك دوم تكا تك دوم دوم تكا تك دوم تكا تك، دائما مع سكوت. بس بالآخر ينتبه لتكا دوم عشان ننقل على الملفوف. أيوة والملفوف. طيب هسه بدنا نعملهم كلهم. مصمود صغير واحد قصير، مصمود صغير اثنين طويلة، مصمود صغير ثلاثة تكا دوم، بعدين ايوه الملفوف، ملفوف دوم دوم تك، ملفوف ثلاث زقفات، ملفوف ثلاث دمات. حاليا انتبهوا، الدوم دوم تك يمكن مرتين يمكن اكثر، الزقفة نفس الشيء يمكن مرتين يمكن اكثر، ولكن ثلاث دمات مرة واحدة مش اكثر. فانتبهوا لي، يعني انتبهوا ل الفيديو اللي رايحين تحضروا. حاضرين، بلش مصمود صغير واحد، دم دم أستك مع باعد، اللي هو مصمودي شبكنا المصمودي مع بعض الأول والثاني والثالث، وشبكنا إيقاع المصمودي مع إيقاع اللف بهاي الحركة اللي هي التكين، ونقلنا لللف. واللف طبعا عملنا مع دم دم تك مع ثلاث زقفات مع ثلاث دمات. ويعطيكم العافية وشكرا كتير إلكم. واحد اثنين أيوة.